يلا واحد اثنين ثلاثة. بلشنا نعمل هذا المشروع كانت الفكرة الأساسية وهي بعد الفكرة الأساسية أنه فعلا نعمل معسكر صيفي يضم أولاد من بلاد عربية مختلفة من سن 12 ل 15 سنة ليجتمعوا مع بعض ويلعبوا مع بعض بهدف التعبير. المعسكرات دي خرجت 10,000 ولد وبنت من كل الدول العربية، 70% من دول دخلوا مجال الاي تي او دخلوا مجال التطوير ونظم المعلومات، وده خلانا نفكر انه التجربه دي قد كده مؤثره ان احنا نعيدها ونكررها ونطورها. اسمي شات ماسنجر. بما انه الميديا بعصرنا صارت اغزر وفي صار احتمالات اكبر، فطبعا الكمبيوتر والديجيتال فيها تعطي قدره اكثر على التجريب، بالتالي على تقويم عمليه التعبير. في برامج اللي قلت عليها انكسكيب والادوبي فلاش، ادوبي افتر افكت، كان في برامج كويسه ان هو بتعلم رسوم متحركه في افلام بتاع كرتون بتاع مجال تاني يعني. بقيت اقعد شويه على لينكس، ساعات بس اكون مصور فيلم ولا حاجه وافضل العب فيه يعني امنتج فيه شويه اعمل ايدي. وبالتالي معسكرات التعبير الرقمي العربيه هدفه المره دي استخدام التكنولوجيا واستخدام الفنون للتعبير، فكان في السينما والصوت والجرافيك ديزاين والانيميشن هما الادوات اللي الولاد هيتعلموها او يتعلموا بعضها. طبعا في اسبوعين ما بيكونوش محترفين، لكن بيتعلموا انه يعبروا عن افكارهم وهويتهم واحلامهم وشخصيتهم من خلال واحده من الادوات دي. Here we go. تراك السينما تعلمنا ازاي نصور فيلم وازاي نلاقي لوكيشن كويس وازاي بعد كده بعد ما صور فيلم امنتجه. عامه في الكامب مش بنتعلم بطريقه ان هم بيقولوا لنا رولز ودي ويعلمونا كده، هم بيسيبونا نجرب ونكتشف بنفسنا. ففي تراك السينما فاكره اول حاجه ان احنا رندا الترينر بتاعتي يعني ادتنا كاميرا وكده ورحنا صورنا، قالت لنا بس ازاي نمسك الكاميرا ومثلا كلوز وميديوم شوت ولونج شوت دول يبقوا ايه كده، قالت لنا شويه حاجات كده. وبعدين قعدنا نصور احنا مع نفسنا، وبعدين طلعونا اللاب ابتدينا نشتغل الاديتنج على ادوب. كلنا عملنا فيلم واحد عباره عن طفل كان جاي المعسكر مره ومرات، كان راح ينزل بسين غرق، وكان ساعتها في واحد من المافيا كان مستني ياخد بضاعه وبتاع، وهو كان فوق المافيا كان يشوف واحد بيغرق وهو كانش عاوز ينزل ينقذه، نزل ينقذه طلع ملاش الشنطه بتاعته. بخصوص منهج الصوت والموسيقى، هو بكل بساطة عبارة عن مجموعة اكتيفيتي ونشاطات وألعاب، منا بنحاول نوصل للفتاة أو الفتى المحتوى الموسيقي أو أفكار موسيقية، كيف نقدر نستخدم هالموسيقى أو الصوت للتعبير عن نفسه. كيف يعني؟ بكل بساطة فينا نعمل موسيقى بجسمنا، فينا نسمع أصوات الطبيعة، فينا نستعمل كمبيوتر لحتى نغير هذه الأصوات حسب ما نحن بنشوف وبنسمع. واللي لاحظنا انه الفتيان يعني الشباب الموجوده والبنات هن بحاجه ليعبروا عن نفسهم، انت بس نحط نحن الادوات ونحط يعني مثل عناوين عريضه لشو بدنا نستعمل وكيف نفتح لهم ابواب، بس هن الباقي على عيونهم.
فريم يعني فريم باي فريم، ترسم على فريم، ترسم حاجة بسيطة يعني، تروح على الفريم اللي بعديه ترسم جزء كمان تزود، فتفضل تزود تزود حتة، والصور ثابتة لما بتمشيهم ورا بعض يجيبوا موشن. عم بجرب أعلمهم كيف فيهم يشتغلوا مع إيديهم وبعدين يحطوا على الكمبيوترات، هو أهم شيء يعبروا حالهم كيف فيهم يشتغلوا على البروغرامات خاص للتحريك. كنا بنعمل حاجات بالصلصال ونعمل زي عالم تاني كده صغير بس على قدنا، نحاول نعمل فيه حركة ونوصل الحركة دي. بس بالإضافة للسينما والصوت والتحريك اللي هم المناهج الرئيسية، في نشاط رياضي متكامل وفي نشاط فني من الخزف ومن الرسم ومن التحريك العرايس، ونستخدم الرياضة في التخلص من الانهيبيشنز أو المخاوف تجاه الجسد، لأنه الواحد يقدر يعبر بجسمه، أنه يفهمه ويعرف إيديه بتعمل إزاي والأصوات اللي تصدر عن مختلف أجزاء جسمه، وده يستخدم من الرياضة للصوت، أو إنه النشاط التحريك العرايس يستخدم في السينما في التصوير. في نشاط ثقافي من المسابقات الثقافية لبرامج السمر وليالي السمر. كان في يوم عملنا فيه الحفلة التنكرية، وكانت هي عبارة عن كل واحد اختار له زي مناسب، في اللي تنقر زي النحلة. رحت معسكر سنتين ورا بعض 2007-2008، عملت صحاب يعني هيفضلوا معايا بقية عمري. كان أحلى حاجة في المعسكر كانت الأصحاب، تعرفت على أصحاب جديدة من كذا بلد، كل واحد تعرف كل واحد في البلد بتاعته كان بيعمل ايه وبيعمل كذا والتقاليد بتاعتهم ايه، وهو كان الحكاية المعسكر كلها اللي كل واحد يروح حتة تانية ومع ناس تانية ويعتمد على نفسه. الترابط والدمج ما بين المجالات المختلفة الموجودة بالمعسكر، هيدا شغل رح يكمل تطوير فيه فعلا، كيف كل مجال منهم بيقدر يخدم التاني بطريقة أسرع.